الدور ديال البعثة الصحية هو مواكبة الحجاج الميامين، خاصة الحجاج المغاربة، وتحسيسهم بطبيعة الحال. الدور الأساسي هو الوقاية من الأمراض والمواكبة، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، والسهر على الصحة ديالهم لكي إن شاء الله يؤديوا المناسك ديالهم في أحسن الظروف الصحية والنفسية. عليكم دائما أن تستحضروا في أذهانكم أنكم جنود خفاء وتقديم الدعم الأدوي لنفسنا أثناء فترة النظر. وأرجو بإذن الله تعالى في تلك اللحظة الروحانية العظمى الدعاء بأنفع وبذل أقصى الجهود ليتمكنوا من أداء وتقديم الدعم الأدوي لنفسنا أثناء. أغتنم هذه الفرصة لتذكيركم كذلك. أرجو بإذن الله تعالى في تلك اللحظة Bien sûr, il faut se connecter.